Bonjour et soyez les bienvenus, mes chers élèves de troisième année primaire. Marhaban bitalamit, sana talta ibtidai fi ikhtibar akhar. À la ferme, fi al-mazra. Aujourd'hui, c'est vendredi. Al-yom huwa al-jumu'a. Les enfants vont à la ferme de leur grand-père. Al-atfal sayadhabuna ila haql ou la mazra'at jaddihim. Dans la ferme, il y a une vache, un bœuf et deux poules. Fil mazra'a yujad baqara wa thawrayn wa dajajatayn. Les enfants sont heureux de voir tous ces animaux. Al atfal farihin bi ru'yatihim li kull hadhihi al hayawanat. Question, as'ila. Première question, j'entoure la bonne réponse. Aujourd'hui, c'est lundi, mardi, vendredi. Donc, l'ijaba sahiha est vendredi. Là, ala hasb an-nass. Chi ala hasb l'yom li rana fih, ala hasb an-nass. Jumla thania, dans la ferme, il y a, fil mazra'a yujad un zèbre. حمار وحشي أو دو بول دجاجتين وان شيان وكلب. دونك الإجابة الصحيحة هي دو بول دجاجتين. Troisième activité, je remets les jours dans l'ordre. يعني أرتب أيام الأسبوع. هنا أيام الأسبوع راهم مخلطين، راح نرتبهم حسب واش كتب لي. كتب لي سامدي، بدالي بسامدي. Donc, on a l'ayam hna, samedi, mercredi, jeudi, lundi, mardi, vendredi, dimanche. Wesh yji mor samedi, on a dimanche. Bad dimanche, yji lundi. الكلمه اللي نكتبها نشطبها بها ما نبقاش نغلط. هذه بالنسبه للتلاميذ طبعا، ناكدوا لهم على النقطه هذه. الكلمه اللي نستخدمها ولا الحرف اللي نستعمله في الفراغ نحذفه بها ما نبقاش يعني نكرر او نعاود نبحث من جديد. الوغ حطينا ديمونش وحطينا لاندي وسامدي راهي مكتوبه. بعد لاندي يجينا مغدي، راهي مغدي نحذفها. بعد مغدي يجينا ميركودي، نحذف ميركودي. بعد ميركودي عندنا جودي، نحذف جودي. بعد جودي عندنا فوندرودي، نحذف فوندرودي. رتبنا الأيام، تحصلنا على سامدي، ديمونش، لندي، مغدي، ميركودي، جودي، فوندرودي. Troisième activité, j'entoure la bonne réponse. On a le réponse صحيح. On a le numéro 3 et on a le numéro 5. كيفاش نكتبوا العدد 3؟ نكتبوه 3 avec S ou 3 avec X ou 3 sans S. Donc l'إجابة الصحيحة هي avec S. العدد 5 كيفاش نكتبوه؟ نكتبوه 5 بالQ ولا بالK ولا بالQ والU والE. نكتبوه بالQ. إذن الجواب الصحيح هو هذا. نروحوا للتمرين اللي بعده. كاتريام، je complète par un, une, des. هذه un تاع لو ماسكولان، une féminin، des pour le nom pluriel. نبدا بهذه باش يبقى لي تجيني العمليه سهله. عندنا دي في الجمع، اذا قرينا بلي الاسم اللي يجي بعد دي لازم ينتهي بالاس لانه يدل على الجمع. نروح نشوف لي فيها الاس. هنا ما كانش، هنا ما كانش، هنا كاين الاس. اذا هذه نحطها مع الجمع دي كريون. نحذف هذه، بقات لي ان و اون. عندنا كارطابل، كيفاش نقولوا ان كارطابل ولا اون كارطابل؟ هنا بزاف تلاميذ يغلطوا، يقول لك المحفظه بالعربيه راهي مؤنث، نروح نحط لها اون. نعاود ناكد لكم بلي كلمه كارطابل راهي مذكر في الفرنسيه، نقولوا
incartable. Qatli une pomme, tfaha, une pomme. Khalasna, chofou temrin li ba3dou, complète par il ou la elle. Il hadi n3aoud ndzekrkom il, n3aoudou l'ism l'mudzekker. الأشياء المذكرة نعوضوها بإيل. بالنسبة للأشياء المؤنثة ولا اسم بنات نعوضوه بآل. هنا عندنا زينب راهو اسم مؤنث زينب شونت دونك نقول آل شونت. هنا سامي أم لزانيمو سامي إتان نو ماسكولان دونك جو لو رمبلاس بار إيل. إيل أم لزانيمو. روحوا ليكريتور جيكري اون كورسيف. عندنا الجمله زينب اي سامي ام لي ديسان انيمي نكتبها اتاشي يعني الكتابه دو كاي. هنا الزد ماجوسكول ننتبهوا زينب B يطلع ثلاثة A E T يطلع اثنين سامي S ماجوسكول يطلع ثلاثة A واحد M واحد E واحد M هذو كامل يطلعوا واحد ما عدا حرف T يطلع اثنان L يتحول يصبح هكذا ال E ال S يتحول يصبح هكذا ديسان دي يطلع اثناني ال E واحد S S واحد واحد E N واحد وال S واحد أنيمي كامل يطلعوا واحد الآن يتحول يعود عنده زوج سنات زوج سنات يعودوا ثلاثة واحد زوج ثلاثة ال A ما يتحولش الاس يتحول. هذا نموذج ثاني بالنسبه للامهات اللي سالوا على كيفيه امتحان الفصل الثاني. ميرسي دو مافوار ايكوتي. ا لا بروشين.